السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم، كل عام وانتم بخير، ربي يحفظكم ان شاء الله. هاي القطعة اللي تشوفوها الثلاثي، طبعا نزلتها الميهي، بس للأسف بوقتها كان قياس صغير، كان 32. موضوعنا والربط، فهيجي قطعة مميزة ما نضحي بها المعترف الميهي، تعرفون ميهي عزيزة علينا ومعترفة موهوبة، فحاولت نكبر السكيت. شلون نكبر السكيت هو موضوعنا، لازم يا شباب يا بنات تبدلون هذا، تبدلون هاي. بس شنو لازم نجيب؟ تجيب نفسها لازم بالضبط، هذا مالسها الاصلي، واو. لازم شو تجيب التذاتي تكبر هيج قطعة، هي شلون هيج قد القطعة؟ 32 قياسها، هذا 32 اللي تشوفون قياسها 32 هذا. هذا 32 لازم تجيب سكيت نفس النوعية. شنو النوعية؟ شوفوا خوفنا من ذني، بالله ذني سهلات دبار والبراد الجوة واللاستيك الجوة عازلة الحرارة مال الرجل، مرات الحرارة تصير بيها بالرجل، لازم تخلي ذني وتخلي اثنين. تجيب نفس الموضوع هسه بقى، هذا هاي النوعية ايش هذا، وين يدخل عندك سبرنجات جوة مال تكبير وتصغير، لازم الديزاين كلها نفس الشيء حتى تقدر تكبر. هذا 32 هسه هذا 36 37 يلبس يكبر ويصغر نفس العتلة. انتبهوا يا شباب بنات، نفس العتلة البلادية مالتها خليناها، هسه يكبر ويصغر ما بي اي مشكلة. 36 37 تبدل النوب وياها هذه، لان هذا ايش راح يجيك؟ راح يجيك بدون لسان يبقى، يعني بس هاي راح تبقى. زين شنو الفائدة هنا؟ لسان ماكو، فشو تسوي؟ تفتح هذا البرغي من هنا تفتحه يرجع. شلون الباور؟ تقوم هاي تتبدل طب وتطلع نفس الباورات سلايد. صار عندك 37 36. طبعا ضفنا له سبرنجات جدد مال تكبير وتصغير، لان ذني صغار يصير حتى بسهولة يكبرن ويصغرن. صار السكيت، حطونا رأيكم بي. طبعا البطانة الدواخل كلها جديدة، قياطين المداش اللي نفس هذه عندكم، هاي كلها جديد. فالقصد اذا عندك سكيت ثلاثة وهيش تحفة وصغير تقدر تكبره بهاي الموضوع. تحياتي لكم، شو تريدون انا حاضر، كتبونا بالتعليقات.